تعرفش الرياضي التونسي كي تاخذ المثال باش يلقى روحه يلعب ثلاثه مسابقات قاريه، لعب كاس العربيه، باش يلعب الشامبيونز ليغ، باش يلعب الشامبيونز ليغ، زيدهم بطوله وكاس، زيدهم خمسه مسابقات. في اوروبا شكون الناس اللي تلعب اكثر؟ معناتها لي كلوب انجلي، لي انجلي اون جينيرال، كاس رابطه، خاطر عندهم كاس كوس بطوله وبطوله قاريه اربعه برك. معناتها هذا اللي صاير تو بالنسبه للترجي والجمعيه، معناتها الترجي معناتها سبيسيالمون خاطر لعبت في الدوري هذا اول مره في التاريخ فريق يشارك في ثلاثة بطولات قارية. أمين وتزيد عليهم كما قلت أنت لجوار انترناسيونو باش يلعبوا كوب دافريك في فيفري، معناتها باش يلعبوا باش يلعبوا كاس، معناتها هي صحيح تدخل فلوس ونيفو كما قال سمير، نيفو معناتها الحق في الجورني الأولى فنيا ممتاز ممتاز اي ممتاز ممتاز جدا، زاد 10 اهداف بريسك 10 ولا 8 اهداف في ويديت براتيكمون خديت لاكريم دي زيكيب فما انتونسيتي وفما ريتم، لكن على المستوى البدني بالنسبه للفرق اللي ما عندهاش مثال 30 ملاعب و28 ملاعب كيما الاهلي المصري راهو سافاتيتر بالحق ايبويزون لي بليسور بونجور لي بليسور. امين تعرف انا حسب مستوى البطوله اللي عندنا اليوم الفرق اللي عندها افكتيف ريش نجم تشارك، خاطر اليوم ترجي لعبت مباراة في توقف البطولة، دونك هذه حاجة ما تقلقش، حتى كي رجعت اليوم عندها دو جور دو ريكوبيراسيون، بلوس يعني مازنبي تجي غدوة، لافي دو ماتش حاجة باش تقلق. تجي غدوة مأخرة. باهي، حاجة تقلق دونك في صالح الترجي، هذا سيت ان بوان. حاجة أخرى، اليوم يعني مستوى البطولة هاك تشوف تلعب ماتش ترتاح زوز، تلعب زوز ترتاح شهر، دونك ما تقلقش بالنسبة للفرق اللي عندها. تنسى أنه الترجي التونسي خسر البطولة الموسم الفارط، النجم استحق البطولة نتاعو، ميليتي فيزيكمون بلو فري على الترجي، الترجي أمامون دوني وصل رابع فريق في العالم من حيث النومبر دو ماتش بالضبط في بيريود معينه في رمضان فريق في العالم في رمضان صارت هذيك في رمضان الشارج نتاع الماتشوات تعرف عربي بربي نتوقف نقطه هامه قالها معلومه هامه لابد نتوقف عندها كيفاش الترجي وصل عمليه ولا وصل في وقت من الاوقات الترجي وقت الى اونشيني لي ماتش وصل في بيريود رمضان وصل في رمضان عدد المباريات وصل رابع فريق بيريود هذه بالضبط رمضان اي قبل تعرف قبل وقتاش قبل ماتش الريتور نتاع الفريق تاع بلوزداد الترجي وقتها رابع ولا رابع فريق في العالم من حيث الماتشوات هو والاهلي المصري وقت لاعبين على معناتها على الاوجه الكل وصل معناتها في نومبر دو ماتش خاطر الترجي عم ناول في امامون دوني سيتي انفيرنال الترجي هذا انعكس سلبيا على مردود الفريق على ادائه وعلى الحضور البدني وذهني للاعبين بسور النجم الرياضي الساحلي من بعد عم ناول في السيزون الى ديتروي توت لي زيكيب معناتها بدنيا النجم كان ممتاز وخير من الناس الكل بدنيا الترجي الى بي كاش صاروا برشا اصابات وقتها امين تتفكر اي الى بي كاش توا عادل وما تحسوش توا تعرف من بعد وقت تي اونشين لي ماتش وعندك بلعبيه تسافر وتمشي وتجي توا تحسوا وسيرتو كي بداو دي جوور كلي واضح نكمل فكره عربي بنمشي رضوان دونك عادل انا قلت مع يعني صحيح فما ارهاق فما تعب فما بوتيتر شبون هذا اللي يقدر اصابات لكن انا راه حاجه مهمه في سجل اللعب انه تحتك بالنيفو العالي تلعب على مستوى عالي وسورتو يعني الترجي قادم على رابطة ابطال افريقيه دونك هذايا حاجه مهمه برشا اليوم باش تعرف الفريق فانا نيفو سيفري يعني ديستونس بعيده 10 ساعات او 12 ساعه لكن عندك اليوم تشامبيونز ليغ اليوم شفنا النيفو تاع الترجي امام مازنبي دونك حاجه مهمه برشا صحيح تعب صحيح فما اصابات لكن انا راه مستوى البطوله يخليك اليوم تشارك اكثر عدد ممكن اللاعب اللي يجي للترجي لابد انه يتعب لانه في نهايه الامر مكتوب على الترجي باش يلعب مسابقات كبيره اليوم.